يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأوصيكم وأوصي نفسي قبلكم بتقوى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة أيها الأحبة، عندما يقف الإنسان في حياته على مفترق الطرق يريد أن يختار طريقا لحياته، ويعلم أن اختياره هذا ستتوقف عليه حياته بأكملها، فعليه قبل أن يلج طريقا من هذه الطرق أن يسأل وأن يتحرى وأن يصبر ولا يغتر بالدعايات التي تزين له طريقا من الطرق، ولا يغتر بالزخارف ولا بقصر الطرق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا، وخط على جانبيه خطوطا أخرى قصيرة ومتفرقة، ثم قال على هذا الخط الطويل، قال: هذا صراط الله المستقيم، مستقيم وطويل، أما الخطوط الأخرى متفرقة فهي خطوط الشيطان. على كل خط وعلى كل طريق شيطان يدعو الناس لولوجه، خطوط قصيرة، طرق قصيرة مزينة مزخرفة بزخرف القول غرورا من أجل إضلال الناس. فعلى الإنسان أن يتحرى. على ماذا يعتمد؟ على كلام الناس الذين قد يحملون توجهات مختلفة، وكل واحد منهم يريد أن يجرك إلى طريقه، أم عليه أن يعود إلى الصراط المستقيم والحبل المتين، وهو كلام الله عز وجل. فالله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله بيّن لنا الصراط المستقيم، وبيّن لنا الآيات والدلائل التي تدل على أن هذا الطريق أو هذا المنهج أو هذا السبيل هو الصحيح وهو السليم وهو الذي ينبغي عليك أن تسلكه. الله عز وجل لم يتركنا هملا. الله عز وجل بيّن لنا مرارا وتكرارا في كتابه وعلى لسان رسوله. أيها الإخوة، للأسف الشديد في هذه الأزمنة المتأخرة يعيش أهل الإسلام كأفراد وكمجتمعات وكدول وكعلى مستوى الأمة يعيشون في حيرة على مفترق طرق، ولا يعلمون السبيل الصحيح، لأنهم لا يريدون أن يستمعوا لكلام الله وتوجيهات الله تبارك وتعالى. هذه الأمة بالمناسبة، حتى لا يعتقد إنسان أنها المرة الأولى التي يتكالب عليها العالم الخارجي ويحدث فيها هذا الذل والهوان، لا، تعرضت الأمة لهزات كثيرة عبر تاريخها، وصلت إلى الغزو العسكري وإلى احتلالها
وإلى هزيمته عسكرية. الروم، الفرس، المغول، التتار، الصليبيون، أمم كثيرة غزت بلاد الإسلام واستطاعت أن تهزم المسلمين عسكريا، لكنها لم تستطع أن تهزمهم إيمانيا وماديا، بأن تتحول هذه الأمة، أن تترك دينها وأن تترك قيمها ومبادئها وثوابتها. لا، صحيح بقت الأمة في كثير من بقاع هذه الأرض التي عليها الأمة بقت تحت نير هؤلاء، لكنها لم تستسلم، لم تغير دينها، لم تبع مبادئها وقيمها، بل إن هذه الأمة استطاعت أن تؤثر في الأمم التي غزتها، التي كانت خاوية، ليس لديهم إيمان ولا دين ولا مبادئ ولا قيم عظيمة يستندون عليها، واستطاعت أن تغيرهم وأن تدخلهم في الإسلام، كما حدث مع التتار والمغول. جاءوا بالغزو وفعلوا في المسلمين ما فعلوا، وقتلوا الملايين من المسلمين، ثم أمام ثبات المسلمين على دينهم وإيمانهم وقيمهم ومبادئهم وتحملهم وصبرهم، دخل هؤلاء الغزاة في دين الله أفواجا. والصليبيون أمام ثبات المسلمين انهزموا شر هزيمة بعد أن استوطنوا وأعلنوا أن هذه المنطقة بالكامل هي مملكة من ممالك الصليبيين. بسبب الثبات دفع ثمنه المسلمون غاليا من دمائهم وأرواحهم وصبرهم وجهادهم وكفاحهم، لكن كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم وإن جندنا لهم الغالبون. النصر والغلبة لمن يثبت، لمن يثبت على الحق وعلى المبدأ ويدفع الثمن. ما فيش شيء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلنا يعلم ما تحمله وما دفعه، تعرض حتى للأذية في جسده وفي أهله، وطعن صلى الله عليه وسلم، أخرس الله ألسنتهم وقطعها وجعلهم في دابر جهنم، حتى في شرفه وعرضه وفي عقله، ووصف بالسحر والجنون، ووضعوا عليه بقايا وسل الجزور والفرث والدم. صبر صلى الله عليه وسلم وهجر من أرضه، هجر من أرضه، وخاطب مكة بكلمات تذيب الجبال: يا مكة، يا أحب الأرض أو أرض الله إلى قلبي، لولا أن قومك يخرجون منك ما خرجت. خرج منها مكرها مضطرا، ودفع الصحابة الثمن، والأنبياء والمرسلون جميعا دفعوا الثمن، ما من أحد منهم باع القضية ولا تخلى عن القضية، لأن القضية ليست قضية سياسية ولا اقتصادية ولا قضية عسكرية ولا أمنية، هي قضية أمة، قضية دين. أما الذين يتاجرون بالقضايا ويحاولون مخاطبة ود الناس ومشاعر الناس بأنهم يكافحون باسم الإسلام وباسم الدين، ثم عند أول عقبة يبيعون الدين جملة وتفصيلا ويبيعون المبادئ والقيم، هؤلاء تجار، تجار كلام. كما أن الفريق الآخر، العلمانيون وأعداء الدين وأصحاب المصالح والمنسلخون، يخاطبون ود الناس بالديمقراطية والحرية والعدل والمساواة، يكسبون ود الناس، فإذا ما حكموا باعوا كل ذلك وكفروا بكل ذلك. أيضا حتى من يتاجر بالشعارات الإسلامية ثم باع القضية وباع المبادئ والقيم وأصبح يتلون مثل الحرباء، لا يختلف عنهم، لكنه كان ذكيا. هؤلاء خاطبوا الناس بالحرية والديمقراطية، أنا أخاطبهم بالدين، أريد أن أستميل قلوبهم، أن أضعهم في صفي ليؤازروني. مشكلة كرسي ليست مشكلة إقامة الدين،
ولا بناء أمة. هو يريد الوصول إلى الكرسي كما يريد الآخرون الوصول إلى الكرسي، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم قيد شعرة أو أقل حتى من الشعرة. وكل واحد يخاطب الناس بالذي يعتقد أنه يستميلهم ويجعلهم في صفه. لكن أصحاب الذين يحاربون من أجل قضية، هؤلاء لا يبيعون القيم، لا يبيعون المبادئ، يصبرون، يعلمون أن النصر ليس له صورة واحدة. إذا كنت أنا صاحب قضية ليس بالضرورة أن تنتصر قضيتي وأنا موجود وأنا أخذ الثمار ونصبح أنا الرئيس وأنا الوزير وأنا السفير وأنا صاحب الأمر والنهي. لا، إذا كنت صاحب قضية صادق عندي صور للنصر، عندي صور لهذا النصر، قد ينصرني الله عز وجل في حياتي. وأنا نحضر أتمنى أن نكون شهودا على النصر وحاضرين لنصر الله عز وجل لدينه ولأمته ولعباده المخلصين. قد يحدث النصر هذا بعد موتك، لكن المهم أن تكون لما متت أنت ماشي في الطريق الصحيح. النصر سيتحقق للدين الله لا محالة، لا محالة، لكن متى أنت لا تعلم، ممكن بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنين. وتو نقول لماذا والأسباب التي قد تجعل النصر هذا يتأخر على الأمة، قد يكون بعد أجيال أنت لا تحضر هذا الانتصار، لكن لما تموت تقابل الله عز وجل، تقابل الله وأنك أنت صرت في الطريق الصحيح المطلوب، ما بعتش، ما تخليتش، أنك أنت مش مطالب. الله عز وجل لم يكتب لك في القرآن أنك أنت تحقق النصر لابد على يديك أنت، لا، أنت مطلوب تمشي صحيح في طريق مرضاة الله وطاعة الله. أما متى ينتصر الحق ويحكم الحق هذا بيد الله عز وجل. ما تقعدش تبيع في الدين وتبيع في الشعارات وتتلون زي الحربة، ولما يسألوك لا ما أنا نبي نحقق غايتي، من قال لك أنت؟ من الذي كلفك؟ أنت كاذب، أنت مخادع، أنت لا تختلف عمن تسبهم، كلكم تنهلون من نفس النبع القذر الآسن، وهو الشراء والضحك على البسطاء. ليثبت حتى الممات، حتى عدوك، عدوك اللي خالفك تحترمه لما يموت على المبدأ متاعه، تحترمه لما يكون رجل، ما يكونش منافق، ما يكونش متلون كل يوم بشكل وكل يوم بطارقة. النصر قد يتحقق لك في حياتك أو بعد موتك. النصر قد يكون بأن تموت أنت في سبيل الله، وهذا أعظم نصر، أعظم نصر تحققه، لأن احنا غايتنا مش الدنيا، غايتنا الآخرة. فلما أنت يمن الله عز وجل عليك بالشهادة في سبيل الله وتموت في سبيل الله مقبلا غير مدبر، هذا أعظم نصر، هذا هو أعظم نصر. لكن ما تموتش وانت هارب، وانت مبدل اللي كنت تسب فيه اليوم وتصف فيه بأنه هو العدو والمجرم والخائن، وا 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 تحرض الناس على القتال وسفك الدماء، وبعدين لما تبدأ عندك مصلحة يجون يقولكم معانقة وتقبل في أياديه وتقبل حتى أقدامها، ما عندكش مشكلة. لا لا، والعياذ بالله، نعوذ بالله من أمثال هؤلاء الذين أفسدوا علينا الدين وأفسدوا علينا الدنيا وجروا البلاد والعباد إلى ما نعيشه اليوم من مآسي عظيمة لا يعلمها إلا الله ولا يكشفها عنا إلا الله تبارك وتعالى. هذا النصر قد يكون في بيان الحقيقة للناس بعجالة. قصة أصحاب الأخدود، الغلام في قصة أصحاب الأخدود، هذا الغلام عندما قبض عليه الملك باختصار الشاهد من القصة الذي يعنينا في هذه الخطبة، وربطه على جبل أو سارية وأخذ يرميه بالسهام، لم يمت هذا الغلام. الملك السهام وباسمه هو ويرمي هذا الغلام ولا تؤثر في الغلام شيئا، حتى قال له الغلام والناس جميعا، جميع الناس أعدادهم بالآلاف المؤلفة،
حاضرين شاهدين يشوفوا. غلام قال لك انت اذا اردت ان تقتلني، تريد ان تقتلني، لن تقتلني بهذه الطريقه، جيب سهام جيب سيوف كذا، الله عز وجل يحميني منك. حاجه واحده بس تستطيع ان تقتلني بها، اذا قلت بسم الله رب الغلام، لان هذا الملك كان يدعي في الالوهيه والربوبيه. لكن تعالى خذ سهم من هذه السهام وقول بسم الله رب الغلام باعلى صوتك، سياتي السهم في قلبي وساموت. الملك الغبي هذا الاحمق الكافر أخذ بنصيحة الغلام، وأمام الناس بعد ما جرب عدة محاولات ورمى الغلام بالسهام قال بسم الله رب الغلام، جاء السهم في قلب الغلام ومات. ما الذي حدث؟ الانتصار، انتصرت القضية، لأنه تبين للآلاف المؤلفة التي كانت تسير وراء الملك أن هذا الغلام هو اللي عليه حق. والملك ما استطاعش يقتل إلا لما أقر برب هذا الغلام بالواحد الأحد، وهذا أعظم انتصار. ما الذي حدث؟ مات الغلام، لكن الآلاف المؤلفة من البشر التي كانت شاهدة دخلت في دين الله أفواجا وقالوا جميعا آمنا برب الغلام. فحفر لهم الأخاديد وأشعلها نارا ورماهم فيها جميعا. انتصر، انتصر الحق، بانت الحقيقة. لما تثبت أنت حتى لو تعرضت للأذى، قتلوك، سجنوك، عذبوك، شردوك، هجروك، لكن الذي ظهر وبان الحقيقة ظهرت للناس، وهذا هو من أعظم الانتصار الذي يحدث للإنسان. نصر آخر يحدث لما الإنسان يثبت على الحق، ولولا هذا الثبات لا يمكنك أن تحقق هذا النصر. ما هو؟ مجتمع كان كتلة واحدة، ما شاء الله، مجتمع وسطي، كل أخلاق، الناس كلها تحب بعضها، احنا أحسن ناس في الكون، أحسن ناس في المجرة، كلنا خير، نحب بعضنا. كان مشكلتنا حاجة واحدة بس، كان في شخص هو اللي مسبب لنا جميع المآسي، أو ربي رفع، احنا أحسن ناس. فطلعت الحقيقة بثبات الناس أصحاب الحق على الحق، بانت حقيقة المجتمع، وبان اللي كان مدسوس، وبان هذا الكلام كله غير صحيح، وأن المجتمع مليء بالخبث والخبثاء وبالمنافقين وبالخونة وبالفاسدين والمجرمين الذين يتسلون بقتل بعضهم البعض ويتشفون في بعضهم البعض. مجتمع وهم في غاية الفرح يخرجون جثث بعضهم البعض من القبور ويفرحون بها، يحضرون الأبرياء ويقتلونهم في مزابل وفي أماكن القمامة ويفرحون بذلك. مجتمع فيه ناس لا تخشى على شرفها ولا كرامتها ولا تضع أيديها في أيدي أعداء الدين، أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الوطن، وتبيع الوطن جملة وتفصيلة. هذه الحقيقة. لولا أن الله عز وجل حدث لنا هذه الأحداث الآن كنا في غفلة، أغلبنا كان في غفلة. ولو تكلم إنسان بهذا الأمر قبل هذه الأحداث لوصف بالخيانة هو نفسه، وربما طرد وتعرض للأذى. لكن الآن الحمد لله، الحمد لله على كل ما حدث، حتى انكشفت معادن الناس، بان من هو الذهب ومن هو الفضة ومن هو الحديد ومن هو الذي لا يساوي شيئا حتى تراب الأرض، وأن هذا مجتمع موجود فيه الأمور هذه كلها. نسأل الله الثبات على الحق. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة ويسأله كل من في قلبي حرقة على الدين والوطن، لماذا لم ينصرنا الله عز وجل؟ لماذا تأخر النصر؟ لماذا نحن فيما نحن فيه؟ مما لا شك فيه هناك أسباب. دائما نقدم في كل مبرراتنا مؤامرات الأعداء وهي واقعة بنص كتاب الله وسنة رسول الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذا نص واضح وبين. كل العالم أعداء لنا، أعداء الدين، لا يريدون لنا الخير، لا يريدون لديننا الخير، لا يريدون لأحد من أمة محمد أن يعيش مستقرا، أن ينعم بالخيرات التي وهبها الله عز وجل له. مؤامرات، وخصوصا لما يضعف هذا الجسم تكثر المؤامرات من أعداء الدين ومن أعداء الوطن، حتى ممن هو على دينك من دول أخرى مجاورة لك أو غير مجاورة لك. الحسد موجود وكل إنسان بيستاتر، نحن ما فيش دين يحكمنا، وحتى من الداخل من الناس النفعيين والأنانيين الذين يريدون الخير لأنفسهم، سواء مناطق كل منطقة وكل جهة وكل إقليم يبي الخير لنفسه بس دون الأقاليم الأخرى، أو قبيلة أو مدينة أو أشخاص أو سمي مشهد. المهم مجموعة المؤامرات هذه تؤخر النصر وقد تلغي النصر. أيضا استعداد الناس، هل الناس لديهم استعداد للنصر، استعداد معنوي ومادي؟ قاموا بما أمر به الله عز وجل من إصلاح أنفسهم والسير في طاعة الله والصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فعلوا ذلك، ثبتوا على المحن، ثبتوا على المبادئ، ولا قاعدوا يبيعوا فيها بالبلاش، ما عادش في قيمة لأي معنى، ما عادش في قيمة لأي معنى من المعاني السامية من شدة البيع. بيع بيع بيع، كل شيء كل شيء مباح للبيع ومعروض للبيع، الشرف، الكرامة، السيادة، كل شيء معروض للبيع، وحتى دون دراهم معدودة. هل المجتمع مستعد وقام بما يجب حتى ينصره الله عز وجل؟ الخيانة الموجودة في الداخل، كل واحد يطعم في الآخر، وكل جهة تطعم في الأخرى، وكل مدينة تطعم في الأخرى، وكل قبيلة تطعم في الأخرى، وكل إقليم يطعم في الآخر. في هذه الأزمة التي نعيشها، بدل أن يجتمع من يصفون أنفسهم بالعقلاء والحكماء والوجهاء وهم أبعد الناس عن هذه الصفات ولا يحملون ذرة من هذه الصفات، يجتمعون لماذا؟ من أجل جمع كلمة الوطن وكلمة الناس؟ لا، سنعلن الانفصال، سنمزق الوطن. أف لكم وتف على وجوهكم حاشا الحاضرين والسامعين، ولعنكم الله في الدنيا والآخرة. هذا هو اللي وصلتوا له توا، هذا آخر إبداع شيطاني إبليسي. الحزبية، هذا متحزب لقبيلته، قبيلة فلان هي الصفوة وهي اللي ما بقية الليبيين قدامها عبيد، المدينة الفلانية هي المدينة اللي حرت الليبيين والتانيين كلهم عبيد ما يساوي شيء، الإقليم الفلاني هو الإقليم الشريف والأقاليم الأخرى ما تساوي شيء. جماعات دينية، كل جماعة دينية تدعي إنها هي اللي رضي الله عز وجل عليها، ويكاد ممكن يكون حتى اسمها مذكور في القرآن. أحزاب سياسية حزبية مقيتة، هذه من أسباب التي تؤخر عنا النصر. والله عز وجل في كتابه أمرنا مرارا وتكرارا بالألفة والوحدة وجمع الكلمة. نحن اليوم في مأزق كبير، ابتعدنا عن أسباب رضا الله. دائما نقول ولا نزكي أنفسنا، نحن جزء من المجتمع لا نمثل وحدنا، وفينا ما فينا قصير،
لكن الأصل لا ملجأ من الله ولا منجأ من الله إلا إليه. لابد أن نعود بداية بإصلاح أنفسنا، ودعوة إصلاح أهلنا، أبنائنا، زوجاتنا، بناتنا، أقاربنا، جيراننا، المسجد، الحي، هكذا يحدث الإصلاح حتى ينزل الله عز وجل علينا النصر، حتى يبدل الله عز وجل حالنا لأحسن الأحوال. أما أن نستمر في هذا الغثاء ونستمر في هذا الهراء ونستمر كذا، اللي راضي يعلم أنه هو الطريق مازال طويل، وبهذا الأمر يحدث الانهيار. وللأسف الشديد كل يوم نتيجة ضعف المجتمع وضعف الدولة وضعف الناس، قذارة العالم أصبحت تصدر إلينا، ولا أعني بالقذارة المبيعات المواد الغذائية وغير هذا، حدث ولا حرج أمر آخر، قذارة الفكرية، قذارة الأخلاقية، قذارة السلوكية. لما تجيني مكالمات وتجيني رسائل وتنبيهات على أن إقامة منتديات ولقاءات واجتماعات على أرض ليبيا لأمور تافهة يتم من خلالها التسويق لأشياء خطيرة تجلب غضب الله عز وجل، مثل الدعوة لتحرر المرأة، تحرر المرأة من دينها. أي كلمة تسمع تحرر المرأة، وين ما تقراها وين ما تسمعها في نشرة، تلقى حد بجنبك يتكلم على تحرر المرأة عندنا في الدول الإسلامية ومنها ليبيا. المقصود تحرر المرأة من دينها، خلاص تصبح المرأة معاش في للدين سلطان عليها، وإذا لم يكن للدين سلطان عليها، معناها حتى أبوها وأخوها وزوجها وكذا معاش في حد لي سلطان لها، ومحمية بالقانون، تطلع أمتى ما تبي، تخش أمتى ما تبي، تصادق أمتى ما تبي، تسافر بروحها، تحضر المجتمع. زي ما الآن نشوفه السفير الفرنسي يجتمع، أمس صورة السفير الفرنسي يجتمع مع نساء ليبيات متحمسات للحرية، تستحي تشوف الصورة، اللباس الضيق والممزق والألوان وكذا، مع سفير فرنسا، امرأة ليبية مقعمزة مع سفير فرنسا، يبي يديرون حل في ليبيا، احنا معاش في رجالة. النساء الليبيات مجتمعات مع السفير الأمريكي وبرا ليبيا، النساء الليبيات مجتمعات مع الأمم المتحدة في جنيف، أصلا من هم هادم ومن اللي اختارهم ومن اللي بعتهم، وين كان عندهم ذكور، وين بهاتهم، وين خوتهم، وين عائلاتهم، وين أعمامهم، وين إخوالهم، وين الدولة اللي تخلي نساء يسافروا يديروا اجتماعات البرة، وين تندر عليهم، وين تندر عليهم ليش يتعرضوا، ما بوش نطعنوا فيهم حتى لو كانت أشرف شريفة، تعرفوا شنو يديروا لهم غادي في الفنادق، كيف يتم اصطياد الرجال ناهيك عن النساء، كيف يتم استغلال بنات وطنك، كانك عندك غيرة أنت على دينك وعلى عرضك وعلى وطنك. اجتماع جايبين لي الشواد، يقول لك والله نبغى نديروا برنامج للإعلام والمحتوى الإعلامي، ضاقت ما عادش فيها ليبيا من يتكلم في هذا المجال، ولا على مستوى العالم ليس هناك من هو محترف ومحترم في نفس الوقت، لازم نجيبوا شخص مخنث ونساء مخنثات، ممن يقولون عنهم أنهم هم يقولوا مثلي، لك احنا نقولوا ما فيش حاجة اسمها مثلية، شواد جنسيا، تجيبهم لليبيا وتصرف عليهم فلوس، وفي ناس تدور من مسجد لمسجد كان مكان يدوروا في حق يبرى، عافانا الله إياكم، تاع الكيماوي، تاع الكيماوي مش لاقي باش يضربها. وهادم الحيوانات اللي جابوهم واللي جبتوهم، الزوز زي بعضكم، خاصرين عليهم مئات الالاف من الفجور وعهر وعري ونشر الفكاهه، علاش ما صرفتوهمش على الناس هذا؟ ضاقت ليبيا، طب مش ناقصها الا ملتقيات اعلاميه، عريان ولابس خاتم صبعه، خاتم ذهب، لاقص ليبيا، تو ليبيا خلاص ما شاء الله اصبحت في القمه، مش ناقصها الا منتديات اعلاميه تسوق للعهر والعري واحضار شخصيات مخنطه وشاده من اجل تعليم الليبيين كيف تديروا محتوى، وكيف تديروا تخشوا تديروا فيديوهات في التيك توك وفي الانستغرام، مش عارف في التطبيقات المختلفه اللي يعرفوها الشباب ويعرفوها الكل. اقسم بالله الذي لا اله غيره ولا رب سواه،
احنا في حالة ما يعلم بها إلا ربي، لكن نكابروا، احنا نكابروا بس نكابروا في نفس الوقت عندنا يعني ثقة كبيرة في الله عز وجل، بس إنه يرحمنا. الباقي اللي صاير لوطة في الأرض، اللي صاير في الأرض لوطة، الله المستعان، الله المستعان بكل ما تعني هذه الكلمة. نسأل الله العفو والعافية. ليس لكم إلا الله سبحانه وتعالى، ليس لكم إلا الله سبحانه وتعالى، لا برلمان ولا مجلس دولة ولا جيش ولا شرطة ولا رئيس حكومة ولا وزراء ولا سفراء. أقسم بالله وحاسبوني عليها كلكم بين يدين الله عز وجل يوم القيامة، ليس لكم ولنا وللجميع إلا الله سبحانه وتعالى. يفرج عنا هذه الهموم والغموم ويبدل حالنا لأحسن الأحوال. لكن راهو بنسلموها للناس هادم، سياسيين، عسكريين، أمنيين، أصحاب أحزاب علمانية إسلامية تدعي أنها إسلامية غير شيء، والله إلا الضياع، الضياع، الضياع بكل ما تعنيه الكلمة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا خيرا إلا أنزلته، ولا عدوا لأمتنا وديننا ووطننا ولنا إلا خذلته، ولا غائبا عنا إلا بالخير رددته، ولا مريضا من مرضانا إلا شفيته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته، ولا شهيدا من شهدائنا إلا تقبلته، ولا عسيرا وقعنا فيه إلا يسرته، ولا مسحورا من ذكر أو أنثى إلا شفيته، ولا عاقرا أو عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم احفظ شبابنا من كيد الكائدين، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا وردهم إليك ردا جميلا، واحفظهم يا رب العالمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احمي شبابنا يا رب العالمين، اللهم احمي شبابنا من فتن هذا العصر يا رب العالمين، ردهم إليك، اهدي قلوبهم، اهدي قلوبهم ونور قلوبهم ونور بصائرهم، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، ردهم إلى دينك. اللهم انصر دينك على أيدي شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا الشر والأشرار، وابعد عنا الفجور والفجار والكفر والكفار، واجعل ليبيا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع راية الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين. يا ربنا ثبتنا على الحق المبين، يا ربنا ثبتنا حتى نلقاك على الحق المبين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نبدل يا رب العالمين، أو أن نغير يا رب العالمين من الحق إلى الباطل. اللهم ثبتنا بتثبيتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبيل الرشاد، اجمع كلمتنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ردنا إليك ردا جميلا، انصرنا على المجرمين والمنافقين والخونة أعداء الوطن والدين يا رب العالمين. كل المستضعفين من المهجرين والنازحين والمرضى والأيتام والثكالى والأرامل والمحتاجين والمنكسرين كلهم يا رب العالمين، اجبر كسرهم فقد تخلى عنهم العباد، اجبر كسرهم، اجبر كسرهم وارحم ضعفهم، رد المهجرين والنازحين إلى مدنهم وديارهم وأموالهم وممتلكاتهم وأهاليهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. انصر أهلنا في فلسطين وسائر بلاد المسلمين، وارحمنا يا رحيم، ارحمنا يا رحمن يا رحيم، ارحمنا يا غيات المستغيثين، تعلقت قلوبنا بك وأغلقت في وجوهنا الأبواب وليس لنا إلا أنت. يا الله يا الله يا الله يا الله، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، فإننا نؤمن بك يا الله، ونؤمن برسولك محمد، ونؤمن ببقية الأنبياء والمرسلين، نؤمن بالملائكة واليوم الآخر، نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، نؤمن بأن الفرج من عندك يا رب العالمين، وإن كنا مقصرين ومخطئين ومذنبين لكنك أنت الغفور الرحيم.
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.